مرحبا، اليوم حنعمل تحدي علب الحظ. هدول علب حظ معك حديدية بس جواتهم بلابل بيوت البرش تيربو. اختي حطت القطع فنحن ما بنعرف شو البلابل اللي جوا، وحنفاجئكم الكومبوهات. فكل واحد حينقي علب، انا ورفقاتي طبعا. فهلا انا حنقي كومبو، يعني علبة. يا رب يطلع لي ليار منيحة. حنقي هاي. يلا يلا يا رب شيء حلو، يعني شيء حلو. يعني استنى خليه في نفس العلبة اللي طلع منها الاخوان. ويلا يلا ليار ريفايف فينيكس ودرايفر القشني المفترس وديسك 12. يلا داري كومبو كتير سيء، لانه هذا القشن المفترس درايفر ما بيكرس منيح، وريفايف فينيكس اصلا قطع على القشن المفترس. فيا رب فوزوا. هلا انا داري بدي بسم الله بسم الله بسم الله نص بركة دائما. لا بسم الله. لير القش المفترس وديسك 12 ودرايفر شجاع التيربو. اوكي كومبو ما كتير متناسق، بس يا رب نفوز. يلا يمان حينقي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اخذ هاي. اوكي وصفي لي انا هاي. علينا هيك مش حاجه. يلا هات لنا شوف. لير وميض التيربو وديسك وميض التيربو ودرايفر طلع الفاشل الحديدي. اقوى كومبو شفناه من علب الحظ الغريبه العجيبه الحلوه. وانا طلع لي لير الزرع الفارس الحديدي. تتذكر بس لقلت انه كومبو وميض التيربو اقوى واحد، هذا اقوى. وديسك القرش المفترس والديسك عندي ودرايفر ريفايف فينيكس. اتقل ديسك عندي مع تاني اتقل. وهلأ بدنا نروح للنزالات. وهلأ رح نلعب بحلبة المترو فاير، رائع كتير. هلأ النزال بين درع تخبيص درع فارس الحديدي. لا لح سميه درع ال درع ال ما بعرف المهم. بجوز يعني بجوز. يلا ان شاء الله فوز يا رب. يلا 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 لك يلا فوز. خليه لا تخسر بيت. مو بس لأن وقف أول. يلا الجولة الثانية، يعني هلأ نقطة لك. مو نقطة مو محسوبة لأنه يوم 3 2 1 go. ما لحقنا ما لحقنا يا زلمة نتنفس. اوكي كليك وكم كليك واحدة. انا ضد يمان. 3 2 1 go shot. يلا الزرع صار من اول. لا يلا حركة تخفيت. لا اوكي كان درعي عم يعيق باليمان بس لحتى هو يقامل. عفقنا كومبو يطلع شوي منيح على ارض الحلبة. يلا 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 you can do this. بلبلي انا ليرتي هيك دائرية اكتر، فاحتمال امتصاص الطاقة احسن. انا فوز. الجولة الثانية 3 2 1 خوفت هو حراس سيد منطلق مني. كأنه يا مانحة عنده درايفر درايفر فارس حديدي بس ما عم بدل وضعيات. بدلته هالمرة يعني كان بس خوفت راح يروح لك راسك. يلا أنا خسران. يطير الدرع هيك يصير شي حماسي كتير. نزال دفاعي وأنا فوز وانتقل على نصف النهائي. الجولة الأولى أنا ضد أويس بالنهائيات. هلا أنا معي هذا البلبول وأنا معي هذا البلبول. الجولة الأولى 3 2 1 go. أنا حتوقع لسه. أوكي طيري يا زرع. الحقيقة الليلة بتصير شبه مغلقة، فأنا يعني منيح انه هي لساعتها، لانه بتصير لها كأنه العقاب الناري، مشان هيك لزقتها بالكابوكس. اوكي 1-0 للريفايف فينيكس. هاي الجولة الثانية 3 2 1 go. اوكي هجوم قوي كتير. من اي واحد؟ مني. مفك الدرع معناتها رح نعمل بوش. اوكي
اكيد لا بس ليه مغلقه ف يعني كثير منيح حتى لو كان بس درايفر القش المفترس بتحسه درايفر استعملنا شوي اوكي وننتقل هلا على الجوله الثالثه والحاسمه الجوله الثالثه والحاسمه 3 2 1 جو اوكي هذا درايفر يمكن ريفايف فينيكس بس فيه هجوم اوكي الدرايفرين شوي بيشبهوا بعض انه الاثنين فيهم طابه ايه بس تبع القش المفترس بتدوروا اعرض هلا النتيجه 2-1 هلا صار 2-2 هلا اضافيه حتى نعرف اذا عن جد هذا البلبل قوي ولا الحظ كان 3 2 1 جول يلا هنا بالانمي دائما بحطوا انه البلبل الدفاعي بيضل هيك بنص الحلبه وبيضل هيك بس بالحقيقه لازم البلبل الدفاع هيك يترن يدور شوي مو بيضل بالحلبه بنصها دائما يلا هذا انا فوز اوكي انا كنت اول شيء عم اقول دائما انه هذا الكومبو ضعيف وانه انا ما بحب هذا الكومبو واخر شيء انا فزت شوفوا الحظ الاسطوري وهيك بنكون خلصنا الفيديو لا تحطوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس الاشعارات ويلا مع